لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن مراسل غد عمر بشير. يعني هذه المساءلة تحديدا وهذا التوقيت على ماذا تدل، وما الذي يمكن أن تقدمه أو وزير الخروج أن يقدمه في البرلمان البريطاني؟ يعني المفترض بعد لحظات يصل وزير الخروج البريطاني الى هنا الى البرلمان البريطاني برفقه وزير او مستشار رئيسه الوزراء للشؤون الاوروبيه للمثول امام لجنة برلمانية معنية ومختصة بمتابعة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذه المساءلة للرجلين تأتي في إطار محاولات البرلمان لجمع المعلومات الهامة وتفاصيل ما حققه اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقدرة الحكومة البريطانية على المضي قدما في الاتفاق في المرحلة الانتقالية، أي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما هي قدرة الحكومة على تنفيذ أو إنهاء المرحلة الانتقالية. المساعي البرلمانية تهدف إلى جمع الكثير من المعلومات لكي تساعدها في اتخاذ القرار في الجلسة الهامة والحاسمة التي سوف تعقد في 11 من الشهر الجاري، عندما سيحدد البرلمان إما الموافقة على خطة ميل للخروج من الاتحاد الأوروبي أو رفض هذه الخطة. ولكن قبل 11 من الشهر الجاري، أي قبل هذا الموعد، سوف يدخل البرلمان على مدار 5 أيام متتالية في مناقشات للوصول إلى هذا القرار المصيري والهام لبريطانيا أولا ولأوروبا ثانيا. شكرا لك عمر بشير، بالتأكيد سنكون معك في حال جدة جديد. مراسل غد من لندن، أشكرك مرة أخرى.